18، التغطيه كانت ما كانت بشكل جيد. يعني انت الكره قدم تشوف ولا واحد كان خلف 18، هذا النقطه فنيه نحسبها. وايضا لاعب رقم 2 اللي هو عبد الله، وقوفه كان ما كان بشكل جيد، لان الكره لما ارتفعت وجات في الجهه الثانيه المفروض يميل على جهه الكره، ولما اللاعب الارجنتيني اللي عنده الكره شاف ان زميله بيركض خلف لاعب الموريتاني المفروض هو كان يعطي تغطيه لزميله. يعني الحين نشوفها بالحركه بطيئه، الكره شوفها الحين ولا واحد من الموريتانيا كان خارج 18، وهذا يحسب، هذا شيء فني. يعني اما شيء الفردي هو وقوف اللاعب وقرايه اللعبه، يعني حتى في الخلف، في الخلف اللحظه الكره هنا 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 في اللحظه المفروض في لاعب مغطي على ايفان، اي المفروض هنا يغطي، هنا شيء فني. هنا المفروض لاعب رقم 2 كان هو المفروض يميل للجهه، لان الكره في جهه اليسار، فالمفروض يكون مايل على الجهه هذه، يكون يقدر ياخذ الكره بسهوله لان ما في خطوره الجهه الثانيه. في امور فرديه وفي امور فنيه، يعني في مشاركه في الهدف اللي هو تمركز اللاعب وعدم وقوفه حتى مواجهة واحد بواحد، ما قدر يوقف بشكل سليم. المفروض يخلي اللاعب يطلع على برا على المرمى، يعني كان يخلي توجه اللاعب الارجنتيني للخارج، هو اعطاه فرصه انه يدخل على داخل. صح. هذا شيء فردي، اما الشيء الفني هو يسمونه عدم حساب للكره الثانيه في حاله ضربه ركنيه بالنسبه لمنتخب الموريتاني حتى الكره ثابته. وانا طلبت لقطه يمكن تعيدون تطلعوا لي اياها قبل الهدف.